الشمسية. طيب أول إشي بدي أعرف إيش يعني كون؟ مين بيحكي إيش يعني كون؟ تلين؟ برافو عليكم. إذا نقصد معي يا سابع، الكون هو عبارة عن مساحة هائلة كبيرة بتحتوي على مجموعة من إيش؟ من مجرات. مين هذه هي مجرة إيش؟ درب الجبران. طيب هلا المجموعة الشمسية تعد جزء من إيش؟ برافو. طيب الأرض تعد جزء من المجموعة الشمسية؟ نعم. طب شو هي المجموعة الشمسية؟ مين بيحكي لي إيش هي المجموعة الشمسية؟ مين يحكي لي؟ ممتاز. لأ المجموعة الشمسية هي عبارة عن مجموعة من الكواكب، إيش مال تدور وين؟ حول الشمس. طيب هاي شو هذا الكوكب؟ هاي مجموعة من الكواكب شو تدور؟ حول الشمس. برافو. في عندنا يازك، في عندنا شهب، في عندنا أقمار صناعية. هاي حبيب مجرة التبان. تخيل انتو اذا احنا مجرة التبان جزء صغير من هذا الكون الكبير، تخيلوا المجموعة الشمسية جزء صغير من مجرة التبان، والارض كوكب من كواكب مجموعة الشمسية. عندنا هون ايش؟ نيازك، وفي عندنا شهب، وهذا نظام الشمسية. حاطين هنا صور اللي هي الكواكب قرب ايش؟ الشمس. نيجي هون نحكي عن الكواكب، نحكي لي مع بعض شو هم الكواكب؟ واحد، اثنين، برافو، ثلاثة، أربعة، مشتري، زحل، أورانوس، نبتون. طيب في عندنا أقرب كوكب وفي عندنا أبعد كوكب، ما هو أقرب كوكب للمجموعة الشمسية؟ وأبعد كوكب؟ أحمد، برافو عليكم. برافو عليك. طب هل يعتبر الشمس من جزء من مجرة التبانة؟ يعتبر جزء من قرب التبانة. ممتاز. ايش يعني انت هنا؟ نحن بالكوكب جزء من مجموعة شمسية. ممتاز. جزء من مجموعة شمسية، ومجموعة شمسية جزء من ايش؟ درب التبانة. هذا كل شيء مسلمين مع بعض. جزئين كوكب. شكرا لك يا عسل. طيب يا حبيبي نبلش مع بعض. هلا في عندنا هون حكينا الشمس تدور حولها ايش مالها؟ كواكب السيارة. نلاحظ بانه كل مدار ايش له؟ له كوكب. كوكب عندنا احنا قلنا 8، في عندنا كواكب قريبه وفي عندنا كواكب شو مالها؟ بعيده. طيب سؤالي هون، سؤالي هون، الكواكب تدور حول الشمس مع عقارب الساعه ام عكس اتجاه عقارب الساعه؟ عكس. نيجي هون هلا عقارب الساعه تدور من الشرق الى الغرب، لكن لما انا احكي عكس يعني من الغرب الى الشرق. طيب هلا هون محبين بحكي لكم انه هاي الكواكب تدور كيفهم من الغرب الى الشرق. طب هلا هاي المدارات تسمى ايش؟ مين يحكي لي؟ بروج، منطقه البروج. اذا هاي حبيبي كلها شو نسميها؟ منطقه البروج. هاي المنطقه تدور فيها ايش مالها؟ الكواكب. تمام يا حلوين؟ طيب هلا في سؤال ثاني، هل الكواكب تدور حول نفسها؟ نعم أم لا؟ نعم. نعم. طب مع عقارب الساعة أم عكس عقارب الساعة؟ باستثناء كوكبين. إذا نحكي لكم بشكل عام إنه كل الكواكب بتدور عكس اتجاه عقارب الساعة حول الشمس وحول إيش؟ نفسها. لكن في كوكبين بدوروا حول نفسهم مع عقارب الساعة، من هم؟ الزهرة والأرض. برافو عليك. نشوف زي نقاط بيض، هاي بتسمى النجوم، بالصبح ما بنشوف هاي بسبب إشعة الشمس. هي الخامس أكبر كوكب في المجموعة الشمسية، وهي الكوكب الوحيد اللي بيدعم الحياة، وهي ثالث أكبر كوكب في الشمس. المريخ، المريخ هو أو الكوكب الأحمر هو الكوكب الرابع من حيث البعد عن الشمس والمدار الشمسي، هو الجانب الخارجي للأرض ويصنف كوكبا ثقيلا من مجموعة كواكب الأرض. عزيزي الطالب، تخيل أنك تسافر في رحلة فضائية تنطلق من الشمس لتتعرف على الأجرام التي تدور حولها. ما الذي سترى في رحلتك؟ الكواكب الداخلية، تسمى المجموعة الأولى من الكواكب التي ستمر بها بعد مغادرتك الشمس الكواكب الداخلية، وهي كواكب صلبة تحوي معادن شبيهة بتلك التي في الأرض. ومعظم ما نعرفه عن هذه الكواكب حصلنا عليه من السفن الفضائية.
عطارد. شو عندنا أول كوكب؟ كوكب الشمس وأصغرها حجما. يغطي صفحه فوهات تشكلت نتيجة اصطدام النيازك به. لا يحتوي على غلاف جوي بسبب صغر حجمه وضعف جاذبيته، مما يؤدي إلى انطلاق غازاته في الفضاء. الزهرة. يعتبر كوكب الزهرة أقرب الكواكب إلى الأرض. إذن ما هو أقرب الكواكب إلى الأرض؟